بسيط. طيب تعالى نبدا نشوف الانفرتر. طيب الناس بره في السوق بيعملوا ثلاث اربع تصنيفات. اول تصنيف واحد اسمه مايكرو انفرتر. المايكرو انفرتر بالبلدي كده هو انفرتر بيركب مع لوح واحد. يعني انت تجيب لوح وتركب وراه انفرتر، تجيب لوح تركب معاه انفرتر، تجيب لوح تركب معاه انفرتر. يبقى ده اسمه ايه؟ مايكرو انفرتر. مايكرو انفرتر. خلينا نشوف شكله. ادي المايكرو انفرتر. المايكرو انفرتر ركز معايا عشان انا بدات ادخل في الجريد نفسه في التصميم اللي الراجل مهندس عمل اديني ابلكيشن مش اهو. هنبدا بس نفهم ايه الانواع وبعد كده نشوف ندخل في الحسابات بتاعتها. شايف ده؟ مايكرو انفرتر. ده لوح بي في موديول بيركب معاه انفرتر واحد صغير زي شفت انت البوكس اللي هو كان راكب في ظهر اللوح معاه تاني انفرتر بيركبوه مع بعض. يروح ياخد ده باللوح بتاعه، ده باللوح بتاعه، ده باللوح ويجمع، ياخد خارج ده يروح مدخله على ده، ياخد خارج ده مدخله على ده، وفي الاخير ياخد نقطه واحده بس اللي هي خارج الثلاث الواح دول بالثلاثه انفرتر وروح مركبهم على الاي سي سورس بانل. فين دي؟ اللي هي لوحه الكهرباء الرئيسيه اللي عندك في البيت، او البيت احنا بناخد من الاخر. شفت الفكره اللي هي دي؟ مش انت بتغذي الموبايل من البطاريه ومن الشاحن بتاع التغذيه؟ احنا هنعمل نفس القصه، اعتبرنا احنا يا عم جايين مصدر اللي هو دي سي، انت شغال لشركه الكهرباء، هنيجي على بعض الاحمال ونروح ايه؟ داخلين على النقطه دي ومغذيين معاه. وهنحط حاجه كده بتحس، لو الكهرباء بتاعت شركه الكهرباء دي موجوده خلاص احنا مش بنغذي، بنرفع على الشبكه اللي احنا اوبريت. لو مش موجوده بياخد مني. هنشوف السيكونس ده بيتم ازاي، زي السيكونس بتاع اليو بي اس والجنريتور والكلام ده. المهم افهم لي بس الكونستراكشن بتاع اي شبكه. يبقى اول نوع من انواع الشبكات اسمه او من انواع الانفرتر اسمه مايكرو انفرتر، ده عباره عن انفرتر بيركب على لوح ويجمع الكلام ده. دايما هتلاقينا في الاخر، ركز معايا، هتلاقينا في كل انواع الشبكات انت بتدخل فين كمهندس طاقه شمسيه على الاحمال والاناره والليله دي؟ بتدخل على لوحه. فاكر اللوحه؟ لا، في اول محاضره شرحت المين سيركت بريكر ودول الساب بريكرز، وقعدنا حكينا البريكر ده بيتم اختياره ازاي، الاي سيركت بريكر بناء على اللود واللود سي. الكلام ده كله الحمد لله خدناه. اي سي سيركت بانل، هناخد مثال حتى اللي ما مش فاكره هيرجع له القصه. طب اللوحه بتاعتك دي واصله في مين؟ ركز معايا في الحته دي، ركز معايا في سيبك من ده، سيكشن ده، عشان سيكشن ده لو جرب. اللوحه دي اللي هي جايه لك من شركه الكهرباء اللي هي عندك في البيت في الشارع واخد كابل زي ما قلنا من شركه الكهرباء. قبل ما يطلع على شركه الكهرباء مركب لك عداد الاي سي يوتيليتي ميتر. الميتر فيه منه نوعين، ودلوقتي السعوديه شركه الفنار خدت الحمد لله وبداوا تقريبا بالفعل بيركب كل العدادات بتاعت الكهرباء القديمه دي هتتشال. وهيركب مكانها سمارت ميتر، وناس كتيره جدا يعني الناس اللي شغاله في البحث العلمي شغاله على السمارت ميتر ده. بص في ابحاث كتيره جدا على السمارت ميتر. السمارت ميتر اللي هو العداد الذكي، عايز من الاخر يحمي الشركه ويحمي، هو مش يحمي المستهلك، هو هيظبط المستهلك. المستهلك مش هيقدر يسرق ولا يقدر يعمل توصيله، مش احنا دايما كنا ايه؟ يقول لك لا يا عم ده التكييفات دي كلها تاخد كهرباء، خد سلكه من ورا العداد ومن تحت العداد ومن جوه العداد واعمل كل ايه كهربائي ولا مهندس بيتفلسف يقعد ياخد من ايه؟ لان العدادات دي ما كانتش انتليجنت، ما كانتش عدادات ذكيه، مش بيسنس، تمام؟ فراح عملوا دلوقتي تمام سمارت ميتر. في نوعين من الميترز في العادي وفي السمارت. في نوع كان بيبقى انت بتعمل ايه؟ العداد ده وان واي، شفت الدايل مش الدايل كان وان واي؟ الكهرباء كانت بتيجي لك من فين انت؟ من شركه الكهرباء ليك. هل انت في خيالك كنت انت تطلع منك لشركه الكهرباء؟ ما كانش موجود. زي الفرق بين الموبايل والتلفزيون، التلفزيون انت مجبر على القنوات اللي هم بيبثوها لك في التلفزيون، هل انت تقدر انت تبث قناه للساتلايت وتبعثها؟ ما ينفعش. ده بيسموه ايه؟ وان دايركشن او تو دايركشن، تمام؟ اتشانل. فهنا كان العداد في الاول هو بيقيس اللي مسحوب من شركه الكهرباء اللي جاي، يعني فانت الكهرباء كان جاي كده. لا ده دلوقتي العداد ده المفروض يعمل ايه؟ يقيس اللي داخل كده واللي طالع. يبقى العداد ده هنسميه ايه؟ تو واي ميتر، تو واي ميتر. يبقى العداد ده لازم تكتب كده اي سي يوتيليتي ميتر واكتب عليه تو واي ميتر، او بيسموه باي ميتر، بي اي، بي اي مزدوج يعني. باي ميتر عداد مزدوج، يعني ايه مزدوج؟ يقدر يقيس الكهرباء المسحوبه من شركه الكهرباء اللي احنا بنسميها هنا ايه؟ اليوتيليتي جريد،
ويقدر يدي كهرباء مش يدي كهرباء، يبقى انت بتاخد وتدي. الريجوليشنز او التنظيمات اللي هي المفروض بينزلوها شركه الكهرباء في الفتره اللي جايه دي هي اللي هتحكم هيبيع بكام، يشتري بكام، والقصه دي. المايكرو انفرتر ار ريليتيفلي نيو اند ان ذس كونفيجريشن. ايه اللي يهمني بقى؟ ايتش موديول از بيرد ويز ا سنجل مايكرو انفرتر. يبقى المايكرو انفرتر بيركب مع نوع واحد بس، خلاص خلاص الموضوع بتاع المايكرو انفرتر. هو في الاخير كلهم انفرترز، الهدف بتاعه ايه؟ التحويل من دي سي الى اي سي وبيور اي سي. بس طريقه التشبيك او التركيب هي اللي بتفرق. في نوعين تاني بعد كده، في نوع اسمه سترينج انفرتر اللي هو الانفرتر المتوسط اللي هو اقل من 1 ميجا، بيسموه ايه؟ سترينج انفرتر. على فكره السلايد دي برضه في حاجات عايز نظبطها. سترينج انفرتر ده النوع اللي فوق المايكرو انفرتر. باك يبقى انت الانفرتر ماشي ازاي؟ ماشي ازاي؟ مايكرو انفرتر سترينج انفرتر لحد 1 ميجا. من 1 ميجا وانت طالع ده بيسموه ايه؟ سنترال انفرتر. وهنشوف ايه الفرق بين يعني في ناس بتقول لك السنترال والسترينج دول حاجه واحده، بس ده كلام طبعا يعني لو جيت لحرب الواقع هتلاقيه مش مظبوط. طبعا في انواع الناس دي كلها في منهم ايه؟ في منهم سنجل فيز وفي منهم 3 فيز، بس يبقى التقسيمات الرئيسيه الثلاثه هم مين؟ مايكرو، نحفظ مع بعض، مايكرو انفرتر، سترينج انفرتر، مين؟ سنترال انفرتر. سنترال باين من اسمه اللي هو سنترال مركزي يعني. انفرتر كانه مكان المحول، شفت انت المحول 1 ميجا ولا 2 ميجا، ده انفرتر كبير جدا يقدر يشتغل على ايه؟ ناحيه الميديم. الميديم كام تستخدمها يا باشمهندس؟ 13.8 كيلو فولت. كيلو فولت تمام. تعالى نبص كده في الجراف ده، حد يشرح لي كده اهو، قال الفرق بين السنترال انفرتر و سترينج انفرتر. انت لازم تساعدني في ان انت تفهم مش انا اقعد اشرح وخلاص. ايه الفرق بين، بص اعتبر ده خطه، ده فاصل، دي شبكه ودي شبكه ودي محطه طاقه شمسيه. اشرح لي بقى الكومبوننت دي ماشيه ازاي. السنترال هو الكترون. ايوه هي الفكره كلها في عدد الانفرترز ومتوصل ازاي. زي ما قال الباشمهندس كده بالظبط، انا ممكن اخد مجموعه من الالواح واوصلهم مع بعض زي ما قلنا امس، لو انا وصلتهم شويه مع بعض بيسموهم سترينج صح؟ فانا ممكن اخد سترينج اللي هي المجموعه دي مع سترينج ثانيه. طب لو خدت مجموعات اسميهم ايه؟ اري. يا ريت تكتب المعلومه دي، لوح مع لوح مع لوح مع لوح هنسميهم سترينج. طب سترينج مع سترينج مع سترينج هنسميهم اري، يبقى ده كله هنسميه ايه؟ اري. اقدر اخد من الجروب دي او من الاري دي ايه؟ اخد دي سي. تمام؟ هروح بدل ما انا اخد الدي سي ده واروح داخل هنا، بص كنت بتعمل ايه؟ بص تحت كده هبص على الاثنين بالمره يعني. ركز معايا. هنا خد السيت اوف سترينج او اللي احنا سميناها اري دي سي، راح مدخلها اصلا على انفرتر، وبعد كده راح مجمع المجموعه دي بالانفرتر بتاعها، المجموعه دي بالانفرتر بتاعها، المجموعه دي بالانفرتر بتاعها، وراح ماشي مربطهم كلهم مع بعض ثلاثه انفرتر، وراح رايح على الشبكه. يبقى اللي كانت هناك المايكرو انفرتر كان كل لوح ليه واحده من الاخر، اما هنا كل جروب او كل اري ليهم واحده، اما في السنترال كل الناس دي ليها انفرتر واحد اللي هو بيسموه سنتر. يبقى الفرق فين؟ في اسلوب الكومباينيشن او التجميع نفسه. هنا بص خد ده قبل ما يروح للانفرتر جمعه في مين؟ في كومباينر. كومباينر بوكس خلاص. متى احتاجها؟ متى احتاجها؟ حسب الرينج، بقول لك لحد 1 ميجا، من الميجا وانت طالع ده بيسموه سنترال انفرتر، انفرتر مركزي كبير. ذا انفرتر كونكتد تو بي بي اري وير الموديول ار واير توجذر ان سيريس. احنا قلنا كلمه ان انا موصل شويه موديولز مع بعض سيريس دي بنسميها ايه؟ سترينج بالاحمر دي. تو بروديوس هاي دي سي فولتج. ايه السترينج انفرتر؟ دايركتلي باخد من الانفرتر مع الانفرتر مع الانفرتر لده. اما هنا باخد كل الناس على الكومباينر بوكس واروح على السنترال انفرتر.